وقلت لي المدير ديال هنا سيرتو وقت المشرع وقت هذا وقت وديما يكون عالي. والهدف من هذه الأبواب هذه هي تقريب نقربوا إدارة للمواطن، وسيرتو احنا بالنسبة لنا التقاعد الصندوق نقربوه للمتقاعد. وعندها لتمتحات 4 نقاط إلا 5 منها لا ريفالوريزاسيون، هذه الزيادة اللي أقرها سيد فخامة رئيس الجمهورية من أول ماي 2018. بعد هذا حتى يكون عندنا الروتريتي حتى هو يكون العلاقة ريسيبروك.